السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. فيديو اليوم هو فيديو مخصص للشعب المغربي بصفة عامة. الأمر يتعلق يعني الوضع الصحي لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب. كلنا تابعنا آخر خارجة رسمية للملك والتي قام خلالها بتعيين التشكيلة الحكومية الجديدة في المغرب. قبلها كان هناك تعيين لبعض الولاة على المدن المغربية، وفي كلا هاتين الخارجتين الرسميتين ظهر على الوزير على الملك المغرب أن وضعه الصحي متدهور. الكل يعلم أن ملك المغرب يمر منذ سنوات بأزمة صحية. شاهدناه قبل سنوات يرقد في إحدى المستشفيات بعد عملية جراحية للقلب. هذا الأمر يؤكد أنه الملك ليس يعني شخص منزه، يعني لا يصاب بمرض، لا يموت وغيره من الأمور. فملك المغرب هو إنسان بشر، أي شخص يمرض. لكن أن تقوم بعض الجهات، مع كامل الأسف، جهات محسوبة على دولة الجوار، مع احترامي للشعب الجزائري واحترامي للأصدقاء الجزائريين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يعارضون العديد من الأفكار التي يقوم بتمريرها يعني سلطة العسكر في الجزائر، أنه هناك شماتة الآن في صحة الملك أو في الوضع الصحي لجلالة الملك. هناك تسريب لبعض المعلومات الغير صحيحة والتي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المغرب. إذا كنت جزائريا وتعتقد أن هذا الأمر الذي أتحدث فيه في هذا الفيديو مجرد كذب، أو أنك إذا كنت مغربي أو عربي من خارج يعني الدولتين الجزائر والمغرب وتعتقد أنه ليس هناك جهة تشمت وتنفث بعض السموم حتى يعم عدم استقرار في المملكة المغربية، فلتشاهدوا الرابط أسفل هذا الفيديو، أو ربما سوف يظهر لكم بعد سكرين شوت على مدار هذا الفيديو. فهناك يعني تقرير صحفي يقول أن هناك تقارير إعلامية في المغرب تتحدث على تدهور الوضع الصحي لجلالة الملك، وأن هناك تعتيم إعلامي من القصر الملكي على قدرة الملك وعلى صحة الملك، لأن هناك خوف من التأثير على استقرار المغرب. ويقال أن هذا الأمر يعني الوضع الصحي لجلالة الملك يأتي في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات الشعبية داخل المغرب بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني، أو بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المغرب. وهذا يعني لعدة أسباب، من بينها حسب هذه المقالة الصحفية الجزائرية أن السبب يعود إلى وجود خلاف عائلي في العائلة الملكية بسبب من سوف يتولى مقالد السلطة في حال وقع أمر ما لا قدر الله للملك محمد السادس، وأنه هناك انقسام بخصوص الخلافة. هناك من يريد أخ محمد السادس المولى رشيد ليصبح ملك البلاد، في حين أن هناك من يؤيد ولي العهد مولاي الحسن. والبعض يتحدث أو تقرير تحدث على أنه لا يمكن لولي العهد أن يصبح ملكا لصغر سنه، لأنه يبلغ من العمر 21 سنة. فلا أعلم لماذا هذه الحقد والكراهية للشعب المغربي ولقائد الشعب المغربي. كلنا نتذكر أن يعني الرئيس الجزائري يعني بوتفليقة كان يمر من أزمة صحية كبيرة لعدة سنوات، وكان مقعدا في كرسي متحرك. لا أعتقد أن هناك شخص في المغرب
قال وشمت في الوضع الصحي لبوتفليقة، أو أن هناك شخص في المغرب قال وشمت في الوضع الصحي أو الوضع الاجتماعي للجزائر. إذا كانت الجزائر تتحدث على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب وعلى تدهور صحة الملك في المغرب، فليعلم الجزائريون أن الوضع في الجزائر ليس بأفضل أحوال، أن هناك مطالبة يعني حركات الاستقلال في منطقة القبائل، هناك العديد من المشاكل التي تحاول السلطة سلطة العسكر في الجزائر توجيهها، يعني أنظار الشعب الجزائري إلى خارج الجزائر حتى يتم إلهاؤكم بأمور لا تدخل في اختصاصاتكم. إذا كان ملك المغرب مريض، إذا كان ملك المملكة العربية السعودية سلمان مريض، فما تأثير ذلك على أوضاعكم في الجزائر؟ الأمر له غرض، أولا هو توجيه أنظار الشعب الجزائري بسبب الأوضاع التي يعيشها الشباب الجزائريين والمجتمع الجزائري بصفة عامة، والهدف الثاني هو زرع السموم وزرع الفتنة في المجتمع المغربي. لا أقول أن المغرب أفضل من العديد من الدول العربية والإسلامية، لا، لدينا مشاكل اجتماعية، لدينا مشاكل اقتصادية، لدينا العديد من الأمور التي لا نحسد عليها، لكن حينما يصل الأمر إلى ملك المغرب لأنه هو رمز الدولة ويتم دس مثل هذه السموم حتى يتم التلاعب بعقول بعض المغاربة وربما الخروج في مظاهرات استغلالا للوضع الصحي للملك المغرب، هذا الأمر إخواني أخواتي حذاري حذاري، هذا شأن داخلي، هذا وضع داخلي، هذا يهم المجتمع المغربي والشعب المغربي. كنا راضون على جلالة الملك، كنا راضون على مهام جلالة الملك، هذا أمر يهمنا. كنا غير راضون على أوضاع في المغرب أو على دور جلالة الملك، فهذا أمر يهمنا. لا تستمعوا إلى القيل والقال، لا تستمعوا أو تنصتوا إلى كل من يزرع الفتنة في المجتمع المغربي. يجب أن نأخذ العبرة مع كامل الأسف من عديد من الدول العربية التي يحكمها توجه عسكري، يحكمها توجه عسكري. لاحظوا هذه الدول، هل هذه الدول أفضل من الملكية المغربية؟ هل هذه الدول ترغب وتعيش في رغد وسعادة أفضل من المغرب؟ بدون ذكر أسماء، هناك العديد من الدول التي انهارت بسبب حكم العسكر. فحذاري إخواني أخواتي، نعم هناك أزمة إنسانية، هناك أوضاع اقتصادية، هناك غلاء، هناك لا مساواة، هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها المجتمع المغربي، لكن في نفس الوقت يجب أن نعلم أن هذا الأمر يخصنا نحن كمغاربة، هذا شأن داخلي، لا يجب الجري أو الانصياع وراء من يريد هدم يعني مرتكزات المغرب. فمرة أخرى الدعاء، نطالب الدعاء أو نطلب من الله، من الله سبحانه وتعالى أن يشفي جلالة الملك في هذا الوضع الصحي الذي يمر منه، وليس هناك جواب على الحاقدين والشامتين إلا حسبي الله ونعم الوكيل.